طيب اول خبر عندي النهارده، يوسف يعاين ملعب مباراه تاونشيب. حرس محمد يوسف المدير المدرب العام، مش مشوار قبل ما تقول محمد يوسف المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي او القائم باعمال مدير الكره تاخد وقت طويل قوي. فعلى زياره ملعب الاستاد الوطني في بوتسوانا الذي سيستضيف مباراه النادي الاهلي امام تاونشيب في الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا يوم السبت المقبل. قام يوسف برفقة سمير عدلي المدير الإداري بمعاينة ملعب المباراة للاطمئنان على حالته والمسافة ما بين الفندق وفندق الإقامة طبعا والملعب والتي تصل إلى حوالي ثلث ساعة. وعقب معاينة الملعب عقد يوسف جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لإطلاعه على حالة الملعب، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. يوم الجمعة إن شاء الله أو ظهر الجمعة هيكون في مؤتمر صحفي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي الذي حرص مع الكيني كوينزي أوكينو المنسق الإعلامي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، طبعا ده عشان مباراة النادي الأهلي ضد نادي تاونشيب البوتسواني. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيطمئن على حالة الفريق من خلال مكالمة هاتفية مع خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق. جمعت الكابتن الخطيب والكابتن خالد الدرندلي واطمن منها الكابتن محمود الخطيب على الفريق وأحوال الفريق وكيف ماذا سيحدث والدنيا عاملة إيه والأحوال كلها الحقيقة للفريق من خلال الأستاذ خالد مرتجي اللي طمن كابتن محمود الخطيب على هذه الرحلة. كابتن محمود الخطيب طبعا في اطار هذا الموضوع اكد ثقته التامه في اللاعبين انهم يستطيعوا الفوز في هذه المباراه والعوده بالثلاث نقاط من قلب بوتسوانا. النهارده ايضا كان في محاضره فنيه للاعبي النادي الاهلي هناك في بوتسوانا، حرص الفرنسي باتريس كارتيرون في المدير الفني للنادي الاهلي على عقد محاضره فنيه للفريق عصر اليوم الاربعاء قبل التوجه لخوض المران الجماعي. يسعى كارتيرون للتأكيد على بعض النواحي الخطية. أنا قلت لحضراتكم أن باتريس أو أن كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي بيجمع، يعني لو ده الملعب بيجمع مثلا ناحية اليمين هنا وبيفضي الناحية التانية لأجايه يخش لجوه ويفضي وراه أجايه أو مؤمن أي حد موجود يخش كده من جوه أجايه كأنه راس حربة تاني مع وليد أزارو وبيفضي الناحية الشمال تتلعب كرة طويلة والمفروض أنها بتوصل لعلي معلول بيرفعها أوفر. دي جملة أنا شفتها أربع أو خمس مرات حصلت في المباراة الأخيرة أمام تاونشيب، حصلت أربع خمس مرات، ممكن تكون حصلت صدفة؟ ما أعتقدش، لأن ده بيبقى يا أجاي أو أجاي هو ده، سلام عليك يا إسلام. طيب هو ده الملعب أهو، هنا أنا جاي هو بيعمل إيه؟ بيجمع في جزء من الملعب هنا، بيجمع في جزء هنا من الملعب وبيفضي الجنب التاني خالص، إزاي؟ ان اجايه او مؤمن اي حد من اللعيبه اللي بتلعب الناحيه الثانيه دي بتقوم جايه واخده اللاعب الباك رايت اللي هناك وتخش بيه لجوه ويفضي الجزء الاخير اللي هو العالي ده اللي انا مش عارف اوصل له، الجزء العالي اللي فوق ده، فالكره تتلعب الناحيه دي لعلي معلول ياخدها ويرفع اوفر، بيبقى فيه اجايه او مؤمن واجايه ووليد ازارو هذا الثلاثي، ومن الناحيه الثانيه بيبقى مثلا وليد سليمان. شكرا يا اسلام. فالرباعي ده او هي دي الجمله مثلا اللي دايما بيعتمد عليها او اعتمد عليها باتريس كارتيرون في المباراه السابقه، هل ده ممكن يحصل في المباراه اللي جايه؟ هنشوف. هو بيعمل ايه بقى في المحاضره الفنيه دي؟ بيقف مع اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه، يا جماعه انت هتعمل كذا واحنا هنعمل كذا، هتقطع لجوه هتعمل لجوه وهنفضي الجزء ده وهتتلعب الكره هنا تجي لك يا معلول ترفع الاوفر صح علشان يبقى في ثلاث لعيبه يقدروا يجيبوا جون. ان شاء الله النادي الاهلي قادر على العوده بالثلاث نقاط من هناك. الحقيقه امبارح او بقالي 3 4 ايام بقول لحضراتكم ان هناك صفقات سوبر سوف تكون داخل النادي الاهلي خلال او قبل غلق باب القيد. نعم سيكون هناك صفقات. امبارح انا قلت مثلا، انا قلت من ضمن الصفقات وهم عايزين يجيبوها فرانكوم لاعب نادي الترجي، الناس كلها كتبت ان اسلام بيقول ان فرانكوم جاي النادي الاهلي، انا ما قلتش يا جماعه ان هو جاي، انا قلت ان الراجل ده النادي الاهلي بيفكر فيه لانه شايفه باتريس كارتيرون شافه في مباريات الترجي لما بيتفرج على مباريات الاهلي شافه وقال ان هو عايز حد ديفندر تاني فشاف ان الراجل ده كويس، لكن لما عرف ان هو بيلعب في افريقيا ولن يستطيع ان يتواجد معاه في البطوله الافريقيه اذا كان موجود او اذا جابه فما قال لك لا خلاص مش عايزه. ده اللي انا قلته امبارح بالمناسبه، ده العائق الوحيد اللي بيقف امام
فرانكوم، ولكنه مطلوب من إدارة النادي الأهلي ومن المدير الفني للنادي الأهلي. حسين الشحات قلت لكم عليه برضه، النادي الأهلي رفع عرضه ل 45 مليون جنيه عشان حسين. هي دي الناس اللي تدفع فيها. عارف أنت لما تدفع 45 مليون جنيه في حسين الشحات هيلعب معاك سنة ولا سنتين، لو أنت عايز تبيعه هتبيعه ب 60 وب 70 وب 80 مليون، لأنه يستحق هذا المبلغ. والنادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي يستحق أن يتواجد لعيب زي حسين الشحات معاه في الفترة القادمة، لأن حسين الشحات شاري النادي الأهلي وعايز يلعب في النادي الأهلي. ولكن نادي العين الإماراتي رفع المقابل المادي اللي عايز يدفعه لنادي الأهلي إذا أراد أن يشتري حسين الشحات، يدفع 65 مليون جنيه. ما أعرفش هل ده هيحصل ولا مش هيحصل، قد يكون هناك حالة من التقارب، الناس تقعد تتكلم مع بعض تفاوض. وأنا قلت لكم يمكن الأسبوع اللي فات أن اللجنة الكرة ادت الضوء الأخضر للكابتن محمد فضل أن هو يتفاوض مع حسين الشحات. طيب، فده بالنسبة لحسين الشحات. وبالنسبة أيضا طاهر محمد طاهر، في أخبار طالعة أن هم عايزين طاهر محمد طاهر، ولكن لا أحد تكلم مع طاهر محمد طاهر حتى هذه اللحظة، وما بعتوش جواب رسمي لنادي المقاولين العرب. أعتقد أن بعد يوم السبت ممكن يحصل ده، يعني ما عادش تفتح بقى يوم واحد، ولكن كل حاجة ممكن تخلص في يوم وليلة. خدوا بال حضراتكم، كابتن احمد موجود كل يوم، كابتن احمد مجاهد موجود في اتحاد كره القدم من الصبح لغايه بالليل، يعني دايما موجود ودايما هتلاقوا الاتحاد مفتوح. ان شاء الله هيكون يوم الوديات والتحقيق في نادي الزمالك. يلتقي نادي الزمالك غدا مع الانتاج الحربي وديا باستاد السلام في تمام الساعه 6 في اطار الاستعداد للقاء بتروجيت في مستهل مشواره بالدوري العام المصري. الزمالك تعادل في آخر مبارياته الودية مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة. من ناحية أخرى، حدد الزمالك غدا موعدا للتحقيق مع لاعبه شيكابالا بمعرفة الشؤون القانونية في الوقت الذي كشف فيه اللاعب تلقيه عرضا للاحتراف زي ما قلت لحضراتكم. أيضا شيكابالا بينتظر العروض للرحيل عن الزمالك. يعني أنا قلت اتكلمت كتير فيما يخص شيكابالا وفيما يخص موضوع شيكابالا، ولكن كل اللي عايز أقوله مرة تانية، من فضلك يا شيكابالا انزل الملعب، انزل الملعب وبعد كده اعمل أي حاجة تانية من فضلك. لو حضرتك بتسمعني أو حد بيوصلك الكلام اللي أنا بقوله، من فضلك انزل الملعب وبعد كده قرر اللي أنت عايزه. أنا بتكلم على شيكابالا، انزل الملعب بقى في الزمالك، في هنا في هنا في هنا في هنا، انزل اتمرن، دي أهم ما يهمنا أنا في هذا الموضوع. على صعيد متصل، من المنتظر وصول اللاعب التونسي فرجاني ساسي لحسم أمور انتقاله للزمالك بشكل نهائي. بكرة إن شاء الله الخميس هيكون في جلسة لحسم هذا الموضوع نهائيا داخل نادي الزمالك. الزمالك أيضا بيواصل معسكره التدريبي في التجمع الخامس، والأمور ماشية بشكل جيد في التجمع الخامس، ومن الواضح أن هناك حالة من التركيز على لاعبة نادي الزمالك. الزمالك أيضا بيعير كابوريا لطلائع الجيش. وافق مجلس إدارة الزمالك على إعارة اللاعب أحمد موسى كابوريا إلى طلائع الجيش. أيضا الزمالك بيسدد القسط الثاني من صفقة حميد أحداد الذي انتقل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتم دفع القسط الأول عند التعاقد، ثم كان هناك وفدا من الزمالك انضم بعد كده اللاعب للمعسكر وتم دفع القسط الثاني. هي ما عنديش اخبار كثيره عن نادي الزمالك، ولكن هي دي الاخبار اللي اتكلمنا فيها. حسم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاسماعيلي بطاقه المركز الثالث بمنافسات دوره صلاله الوديه الدوليه بعد الفوز على النصر العماني بثلاثه اهداف دون رد في المباراه التي جمعت الفريقين عصر اليوم الاربعاء. حسني عبد ربه احرز هدف المباراه الاول في الدقيقه 29، ثم كريم بامبو هدف الثاني في الدقيقه 67، واختتم وجيه عبد الحكيم ثلاثيه الدراويش في الدقيقه 84. كان النادي الإسماعيلي تعادل في المباراة الأولى مع صفاقس التونسي، ولكنه خسر بركلات الترجيح. الأمور ماشية بشكل جيد في النادي الإسماعيلي الحقيقة. خير الدين مضوي المدير الفني للنادي الإسماعيلي معاه مخطط أحمال، كل الناس في اللعيبة في النادي الإسماعيلي بيتكلموا عنه بشكل جيد. من الواضح جدا أن اللياقة البدنية للعيبة النادي الإسماعيلي هي اللي هتكون الفارق الرئيسي أو الأساسي الموسم القادم في منافسة النادي الإسماعيلي على المراكز الأولى، اللي من المفترض أن النادي الإسماعيلي دايما بينافس عليها خلال السنة اللي فاتت تحديدا، ووصل للمركز الثاني. فإن شاء الله نشوف النادي الإسماعيلي بشكل جيد، وإن شاء الله نشوف كل أندية الدوري بشكل جيد خلال الفترة القادمة. أيضا الجونة بيضم الفلسطيني رمزي صالح.
أعلن نادي الجونة ضمه للفلسطيني رمزي صالح حارس مرمى نادي الأهلي السابق ليصبح لاعبا بالفريق الأول. طيب غدا إن شاء الله هيكون هناك مؤتمر للإعلان عن مدرب منتخب اليد. يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم أو لكرة اليد، معلش احنا متعودين على اليد. يعقد الاتحاد المصري لكرة اليد مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد في تمام 4 عصر غدا الخميس بمقر الوزارة بميت عقبة للإعلان عن المدير الفني أو الجهاز الفني للمنتخب الأول رجال كبار طبعا لكرة اليد الذي سيشارك في بطولة العالم 2021. نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله الكاميرا بتاعتنا تكون حاضره غدا ونقول لحضراتكم يوم السبت ماذا حدث في هذا الموضوع. طيب هنبدا بقى اخبارنا النهارده في كشف المستور. اول اخبارنا في كشف المستور النهارده هتكون عن مصير مجاهد والهيطه في قبضه لجان التفتيش الوزاريه. انهت اللجان التفتيشيه المشكله من جانب الدكتور المشكله